عايزين نعرف ايه الاغنيه اللي انت غنيتيها او اول اغنيه حسيتي اللي دي الانطلاقه بتاعتك من جت من الاغنيه دي؟ انا بخونك، يعني اغنيه انا بخونك دي كانت وش الخير عليا في حاجات كتير. فكره اني اخرج بره اطار ان يتقال عليا ايناس عز الدين مشاركه عرب ايدل لايناس عز الدين بتاعت اغنيه انا بخونك دي، كانت بالنسبه لي كاني خلاص مشيت في الطريق اللي ما بقتش مجرد مشتركه برنامج مواهب، لا بقى ليا شغلي الخاص. بالاضافه ان الاغنيه لما من قبل ما تنزل، مجرد ما البوستر بتاعها نزل، الاغنيه عملت ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا. فكره ان يعني ايه واحده بتغني بتقول انا بخونك، اكيد عارف ومش حاسه اني غلطانه، ده سهل عليا، اديك شايف هرد خيانه بخيانه ازاي. هو اللي مختارها لي على فكره اختياره. فكانت بالنسبه لهم، بالنسبه للناس، حاجه غريبه، فده عمل زي لغط كتير، وده جاء لصالحي. ولما الناس سمعت الاغنيه، كل الناس اللي كانت ضدي بقت معايا، واللي كتبوا لي اعتذارات فده كان بالنسبه لي انطلاقه. طبعا انا بشكر جدا جدا شاعر الاغنيه اللي بجد شاعر مميز جدا، محمد حسن، وموزع وملحن الاغنيه اسلام زكي. الناس دي وقفت جنبي في اول خطوه ليا، وعملنا حاجه انا عن نفسي بفتخر بيها. انا بخونك اكيد عارف ومش حاسه اني غلطانه، ده سهل عليا ديك شايف هرد خيانه بخيانه، انا بخونك اكيد عارف ومش حاسه اني غلطانه، ده سهل عليا اديك شايف هرد خيانه بخيانه.